هنا في دار العرض بمدينة جالو عرضت هذه المسرحية الكوميدية بعنوان شبابك يا دولة، من تأليف وإخراج الشاب أحمد عبد الهادي الذي أهدى هذا العمل إلى روح فقيد الفن في ليبيا الفنان صالح الأبيض. نحب نحكي على الوضع اللي صاير ووضع الخريجين اللي يدوروا في عمل ومش لاقيين، فطبعا حطيت الفكرة هذه والموضوع هذا حطيتها في 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 المسرحية وحكيت عليه بشكل متكامل، وإن شاء الله المسؤولين كانوا وصلنا من العرض يهتموا بينا شوية. المسرحية تجسد مشاكل الشباب وهمومهم التي بالكاد تنتهي بمجرد إتمام الدراسة والتخرج للبحث عن عمل حسب التخصص، إلى لحظة الاصطدام بواقع الوساطة والمحسوبية في المؤسسات الحكومية. سعيدة أننا نكون اليوم في هذا العرض المسرحي لشباب من مدينتي، وطبعا زي ما أنتم تعرفوا أن المسرح مدرسة عظيمة، سواء في أنها هي تأثر في الأجيال من خلال النقد البناء، سواء كان العرض كوميدي أو تراجيدي. أنا اليوم شفت نخبة، نحن تعودنا على شباب الفرسان عادة يقوموا بعدة عروض خلال سنة، لكن اليوم شفت نخبة ثانية من الشباب وهذا جميل جدا. تواصل عرض المسرحية لأيام عدة بحضور الأهالي والمهتمين بالمسرح، ونال العمل رضا واستحسان من حضر وطالبوا بالمزيد من الأعمال المسرحية لما لها من دور تثقيفي وتوعوي وترفيهي.